أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول أنا عندي ذهب أبيع وأشتري منذ أكثر من 20 سنة. هذه المحلات عندي فضيلة الشيخ أتعامل مع الناس في الشراء الذهب والبيع عن طريق الشبكة، وأيضا أقوم بالتقسيط عن طريق الشبكة. يا أخي، البيع النقود، بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو النقود بالنقود، هذا يسمى بالصرف، يسمى بالصرف، لا بد فيه من التقابض. إذا اتحد الجنسان فلا بد من التساوي في المقدار ولا بد من التقابض، وإذا اختلف الجنس جاز التفاضل والزيادة، ولكن يجب التقابض في المجلس، ولا يجوز أن يفترق من المجلس وبينهما شيء، ولا فيه تقسيط ولا تأجيل ولا تأخير، يقول اذهب إلى البيت وشوف وجيب لك قيمة، لا، ما يجوز، لا يفترقان وبينهما شيء كما في الحديث. أما إذا باع الذهب بغير النقد، باعه بغير الذهب وبغير النقد، باعه بقماش، بدواب، بمواشي، بغير جنسه، باعه بغير نقد وبغير ذهب أو بغير فضة، فله أن يؤخر وله أن يؤجل. نعم.